عالم الجن عالم غزير ومليء، وهو موجود من حولنا وهم يروننا، نحن لا نراهم. طيب أنا ماذا أفعل؟ ما هو الإجراء العملي لأتقي شر هذا الشيطان؟ أول شيء أخي الحبيب، الحفاظ على الطهارة. يعني في بيتك يجب أن تحافظ على موضوع الطهارة. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، سلسلة خفايا عالم الجن، أتابع معكم هذا اللقاء، وأنصح الجميع بأن ينتبهوا لعالم خطير موجود من حولنا، بل هو من يحرك الشر الآن في العالم. عالم الجن وتحديدا شياطين الجن هم من يحركون العالم، هم من يصنعون الكوارث، هم من يحرضون على الشذوذ الجنسي، هم من يحرضون على الحروب، على الدمار، على الكفر، يدعمون الإلحاد، يدعمون كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. اليوم سنتحدث عن موضوع الطلاق وحالات الطلاق المتزايدة. قد يكون الشيطان هو سبب رئيسي في مشاكلك الزوجية. للأسف عندما نذهب إلى الأخصائي الاجتماعي أو إلى طبيب نفسي أو إلى مستشار نفسي أو أخصائي بالمشاكل الزوجية والعلاقات الزوجية، يتكلم معك حول كل شيء إلا الشيطان، مع العلم أن القرآن العظيم أشار إلى السبب الرئيسي في تفريق الإنسان عن زوجته، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. مشاكل الطلاق أيها الأحبة سببها الرئيسي هو إبليس وجنوده وذريته. فكما قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن إبليس يضع يعني جنده على الماء ويقوم بتوزيعهم، فالذي يفرق بين الزوج وزوجته يقربه منه كثيرا، لأن التفريق بين الزوجين هو سبب الشرور. الزوج قد يذهب بعد المشاكل مع زوجته ليزني والعياذ بالله، ليشرب الخمر أو المخدرات، ليسرق، والزوجة كذلك. فإذا أردت أن تدمر مجتمع كامل، دمر الأسرة. تدمير الأسر أيها الأحبة هو تدمير للمجتمع كامل، وبالتالي الشيطان له تأثير. اليوم أنا أحب أن أتأمل معكم أساليب الشيطان في إغواء الزوج والزوجة والتفريق بينهما، لأن التفريق هذا هو بداية بقية الشرور والمشاكل وبقية الآثام. فأخي الحبيب، إذا كان لديك مشكلة في بيتك، خذ بالأسباب. هناك أسباب مادية، أسباب لها علاقة بالأهل، بالأقارب، لها علاقة بسلوكك أو سلوك زوجتك، لها علاقة بالبيئة التي تعيش فيها، لها علاقة بمعتقدات والأفكار الموجودة لدى الزوجين والبيئة التي خرج منها كل منهما. عوامل كثيرة، ولكن هناك عامل مهم جدا ينبغي أن تأخذه بالاعتبار، وهو إبليس. لأن إبليس تعهد أنه سيضل البشر ويغويهم ويدخلهم جهنم معه، فبعزة
عزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيجب أن تكون من عباد الله المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن جهنم لموعدهم أجمعين، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فأخي الحبيب، هذا الشيطان موجود من حولنا. الآن أنا أتكلم معك والشيطان موجود عندي وعندك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. انظروا أحبتي في الله إلى قصة سيدنا يوسف. أنا لأثبت لكم أن أي مشكلة في المجتمع وراءها شيطان، سأثبت لكم من هذه القصة، قصة سيدنا يوسف عليه السلام. عندما جاء إلى أبيه وهو الطفل المدلل، يقول له: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا الأب وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، مباشرة علم تأويل هذه الرؤيا، وعلم أن هذا الطفل يوسف سيصبح ملكا والناس سيسجدون له، لأن السجود للملوك كان شائعا في ذلك الوقت، في زمن سيدنا يوسف، زمن الفراعنة وما قبل الفراعنة. فعلم من خلال الرقم 11، إخوة يوسف هم 11، إني رأيت 11 كوكبا هم إخوة يوسف، والشمس والقمر هو الأب والأم. فعلم أنه سيصبح ملكا وسيدخلون لعنده ذات يوم، وفي حالة سجود، والسجود هنا ليس سجود عبادة، هو فقط يعني سجود تكريم. فسيدنا يعقوب أدرك هذه الحقيقة، فماذا قال لابنه؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لأن سيدنا يعقوب يعلم أن إخوة يوسف كانوا يحسدونه على قربه من أبيهم، وبالتالي حذره من أن يقص هذه القصة لكي لا يكيدوا له كيدا. ولكن هذا التحذير لم يمنع قضاء الله من أن يقع. فماذا قال بعد ذلك؟ هنا الشاهد أيها الأحبة. هل قال له: خذ احتياطاتك، خذ حذرك، خذ؟ لا. قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طيب ما علاقة الشيطان بالموضوع؟ بكل بساطة أيها الأحبة، الشيطان هو سبب المكيدة وسبب المشاكل. فانتبه سيدنا يعقوب لقضية خطيرة، أن الشيطان سيوقع بينه وبين إخوته، فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تتحدث معهم بهذا المنام. طيب، سيدنا يوسف في آخر القصة ماذا قال؟ لقد تآمروا عليه وألقوه في الجب، وحتى تعرض لفتن كثيرة، منها فتنة امرأة العزيز وفتنة السجن وغير ذلك. طيب، سيدنا يوسف في آخر القصة ماذا قال؟ قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هو يشكر الله ويقول: الحمد لله أنه أنقذه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إذن اعتبر أن سبب المشاكل هو الشيطان، سبحان الله. إذن سيدنا يوسف عليه السلام اعتبر أن الشيطان هو سبب هذه المشاكل، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
طيب كم واحد منا اليوم إذا حدث معه مشكلة أو حدثت معه مشكلة بينه وبين زوجته أو بينه وبين أهله يقول إن الشيطان هو الذي نزغ بيننا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أمرنا الله بالاستعاذة به من شر الشيطان. طيب لو تأملنا قصص القرآن أيها الأحبة نجد أن نبيا كريما مثل سيدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إذن اعتبر أن الشيطان هو سبب في مرضه وسبب في مشاكله. طيب خذ مثلا سيدنا آدم، من الذي أغواه؟ الشيطان، وعصى آدم ربه فغوى. طيب لو درسنا حياة الأنبياء نجد أن الشيطان كان له حضور، وكل الأنبياء أخذوا حذرهم من هؤلاء الشياطين، كانوا يعني يتخذونهم أعداء. فلذلك أحبتي في الله، في مشاكلنا الزوجية وحياتنا العائلية ينبغي أن نعتبر أن هناك عدو يقيم بيننا. يعني أنا لو قلت لك هناك لص في على بعد كيلومتر انتبه أن يسرق سيارتك، اقفلها جيدا، سوف تعمل حساب هذا الأمر. طب كيف إذا قلت لك إن اللص موجود في بيتك وبقربك، ماذا تفعل؟ لذلك الله أخفى الشيطان عنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نحن لا نستطيع أن نرى الشيطان ولكن هو يرانا، وهو سبب رئيسي في مشاكلنا. طيب ماذا أفعل؟ أول شيء أيها الأحبة يجب أن تعتبر أن عالم الجن عالم واسع وكبير ولديهم قدرات، ولكن تأثيرهم محدود فقط بالوساوس، والجن فيهم الصالحون وفيهم المجرمون، وأن منا الصالحون ومنا القاسطون. فعالم الجن عالم غزير ومليء، وهو موجود من حولنا وهم يروننا، نحن لا نراهم. طيب أنا ماذا أفعل؟ ما هو الإجراء العملي لأتقي شر هذا الشيطان؟ أول شيء أخي الحبيب الحفاظ على الطهارة، يعني في بيتك يجب أن تحافظ على موضوع الطهارة، الوضوء. إذا حرصت على أن تكون متوضئا باستمرار أنت وزوجتك طبعا وأولادك، اعتبر أن نصف المشاكل ستحل وستختفي، لأن الشيطان يهرب من البيت الذي فيه طهارة، إنه لا يحب المطهرين، يهرب من الإنسان المتوضئ. فالسلاح رقم واحد هو الوضوء، الشيطان يفر من الإنسان الطاهر، تجده في أماكن النجاسة، وعندما لا يغتسل الإنسان من الجنابة، لا يتوضأ، تجد ثيابه نجسة مثلا، تجد الشيطان يجلس بجانبه، يحب هذا الأمر. لذلك إذا أردت أن تحل مشكلتك الزوجية احرص على الوضوء والطهارة، وأؤمر زوجتك بذلك، لأنه لا يوجد زوجة يعني تريد المشاكل، ولا يوجد زوج يريد المشاكل بطبيعته. المشاكل الذي يعني يصطنعها الشيطان في البيت، فعدم مراعاتنا لهذا الكائن من حولنا سنجد أن المشاكل تعصف بنا ولا نجد حلا.
الشيء الثاني ذكر الله، الاستعاذة من شر الشيطان. ينبغي أن تستعيذ بالله من شر الشيطان كلما أردت أن تقترب من زوجتك. النبي كان يقول إذا أتى أهله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا كان يستعيذ بالله من شر الشيطان. إذا أردت أن تدخل إلى الحمام أو دورة مياه أو كذا، قل: اللهم إنني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي الشياطين وزوجاتهم. إذا قرأت القرآن قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تأكل استعذ بالله من شر الشيطان وقل: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جلست بالقرب من زوجتك وكان بينكما مشاكل، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وابدأ بذكر الله. إذا ذكر الله هو السلاح القوي جدا ضد الشيطان، لأنه لا يحب ذكر الله. الشيطان أخي الحبيب يتعب من ذكر الله. الشيطان يتألم من ذكر الله، يفر من الأذان، يهرب من سماع القرآن، لا يطيق سماع كلام الله. ف يعني حاول أن تضع صوت القرآن ليلا نهارا في البيت، حاول أن تقرأ كل يوم ولو صفحة من القرآن، يعني إذا استطعت اقرأ جزء، على الأقل صفحة كل يوم، 5 دقائق، يعني لن تكلفك أكثر من 5 دقائق. حاول أن تقول الأذكار التي كان النبي يقولها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول 7 مرات كل يوم، وعدة مرات في عدة مناسبات كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أنت تستعيذ من شر الشيطان وغيره طبعا، ومن شر شياطين الإنس والجن. مثلا: اللهم أعطنا خير هذا اليوم وخير ما خلق له، واصرف عنا شر هذا اليوم وشر ما خلق له. كذلك مع الليل تستخدم هذا الدعاء. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، يجب أن يكون هذا الدعاء. يعني مثلا الله علم حبيبه كيف يستعيذ من همزات الشياطين: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. 7 مرات كررها كل يوم في بيتك، اقرأها بالقرب من زوجتك، اقرأ هذه الآية أنت وزوجتك معا، اجلس أنت وهي وقل لها: سبب هذه المشاكل هو الشيطان، ليس لا أهلي ولا أهلك ولا فلان ولا فلان، ولا هو الشيطان. دعينا نجلس ونذكر الله ونكرر هذه الآية: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذه آية الله أمر حبيبه أن يقولها، والنبي هو أبعد شيء عن الشيطان، أبعد مخلوق عن الشيطان هو النبي، على الرغم من ذلك أمره الله عز وجل أن يقول هذه الآية: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كرر 7 مرات: أنت وزوجتك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 7 مرات كررها لكي يزول شر الشيطان عنكما. حاول أن تكون متواضعا، أن تعمل بكلام الله: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا إجراء مهم أن تطبق ما أمرك الله به، وإلا أنت تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب أنت تستعيذ بالله من شر الشيطان، طب ألا تسمع كلام الله؟ ألا تطبق ما أمرك الله به عندما قال لك: وعاشروهن بالمعروف؟ يجب أن تعاشر هذه الزوجة بالمعروف.
يجب ألا تسيء لها، يجب ألا تحقرها، يجب أن تصبر عليها، أن تعاملها كطفل. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال النساء ناقصات عقل ودين، أراد أن يعطينا أسلوبا للتعامل، كأنه يقول لك عامل هذه المرأة كطفلة صغيرة. أنت الطفل الصغير إذا ضربك ماذا تفعل معه؟ تضحك، تبتسم له. إذا شدك من ثوبك تبتسم له، لأنه صغير. فالنبي لم يرد أن يقول لك إن هذه ليس فيها عقل، لا، قال لك إن هذه أنثى عاطفية، عقلها ليس مثل عقل الرجل، لها خصائص خاصة بها، عاملها بالحسنى، عاملها باللطف بالمعروف، عاملها كطفلة، اصبر عليها. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دائما اجعل نظرتك إلى الخير الكثير في المستقبل، لا تنظر إلى اللحظة الحالية أخي الحبيب. والله هذه المعلومات لو طبقها الناس لا تجد ولا حالة طلاق. أصلا الطلاق لماذا؟ انظر، يعني أنا اطلعت على مشاكل الكثير من الأزواج، كلها مشاكل تافهة، لا توجد مشكلة إلا نادرا، لا توجد مشكلة حقيقية، باستثناء طبعا الخيانات الزوجية وغير ذلك والفاحشة. معظم المشاكل في عالمنا الإسلامي بين الأزواج هي مشاكل بسيطة وتافهة، وإذا حللتها تجد أن وراءها الشيطان، وعلاجها سهل جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا استوصوا بالنساء خيرا، يعني أنت إذا كان لديك شخص عزيز على قلبك ووضع عندك طفلا طفله، أراد أن يسافر، أراد أن يذهب في مشوار، وقال لك هذا الطفل عزيز على قلبي وهو ابني وليس لدي غيره، سأضعه عندك، استوصي به خيرا. كيف تعاملها؟ هل تسيء له؟ يمكن أن يكسر، يمكن هذا الطفل أن يؤذي، يمكن أن ستجد نفسك يعني تبتسم له. استوصوا بالنساء خيرا، هذه المرأة هي أمانة عندك، يجب أن تنظر أنها أمانة وليست عدوة لك. هي لم تأتي لتذلك أو كذا، لا، هي أمانة عندك، وأنت من يجب أن يستوعب، وأنت من يجب أن تحنو عليها وتعطف عليها، ويجب عليك أن تعاشرها بالمعروف. حتى لو كرهتها يجب أن تنظر أن هذا السلوك الذي أكرهه من هذه الزوجة قد يكون فيه خير كثير وأنا لا أراه. القضية الثانية أيها الأحبة، أن القرآن العظيم يعطينا تعليمات لضمان الحياة الزوجية السعيدة. يعني عندما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا تكسر هذه المودة والرحمة، هذه المرأة خلقها الله لك لتستقر وتهدأ. أنت عندما تكون في مشوار، في نزهة، إذا أصابتك شوكة لا تأبه لها، إذا حدث معك حادث بسيط لا تأبه، تريد أن تستمتع. كذلك المرأة، الله خلقها لتسكن إليها، لا تلتفت للأمور الصغيرة، يعني نظرك اجعله على الأشياء الكبيرة، على المستقبل، على مستقبل هؤلاء الأولاد، على المستقبل عندما تكبر وتصبح هرما ومريضا وضعيفا
تحتاج لهذه المرأة بشدة في ذلك الوقت، فعاملها باللطف بالمعروف، دللها لكي تعطف عليك عندما تكون أنت بحاجة لها. أنت الآن قوي، ولكن سيأتي عليك زمن تكون فيه ضعيفا. لذلك القرآن هنا ماذا يقول لك القرآن؟ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في المستقبل هناك خير سيأتيك لا تدري أين. لذلك أخي الحبيب، أنا سألخص هذا اللقاء بكلمات قليلة جدا. اعمل حسابك أن الشيطان موجود ويريد أن يفرق بينك وبين زوجتك. هذه الثقافة في دماغك يجب أن تضعها منذ أول يوم زواج. يجب أن تضع هذه الثقافة في دماغك، تعتبر أن هناك عدوا حذرك الله منه وأمرك أن تتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يعيش معك، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لأضلنهم، لأمنينهم، لأغوينهم، هو يتعهد بذلك. هو يعيش معك، يعمل من أجل أن يفرق بينك وبين زوجتك. لا تعطيه هذه الفرصة. كلما أخطأت زوجتك تسامح، اعفو عنها. دائما ضع في دماغك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الخير الكثير عبارة خيرا كثيرا لم تذكر إلا مرتين في القرآن. المرة الأولى، انتبهوا معي أيها الأحبة، يؤتي الحكمة من يشاء. الله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الحكمة هي الخير الكثير. الموضع الثاني في القرآن، لا يوجد غير هذين الموضعين. الموضع الثاني، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه، أي في المرأة، خيرا كثيرا. إذن الحكمة والمرأة فيهما خير كثير. ثم يأتي ملحد يقول إن القرآن يحط من شأن المرأة. اقرأوا القرآن جيدا رجاء قبل أن تحكموا على القرآن. لذلك أخي الحبيب، احرص على ذكر الله، على الوضوء، على الطهارة، على أعمال البر، على الصدقة. الشيطان يتربص بك، قل أنا سأقوم بكل الأعمال التي تجعل هذا الشيطان يفر من البيت. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن سورة البقرة سورة عظيمة، كل يوم ضعها في بيتك أثناء النوم بخاصة. حافظ، يعني حاول أن تقوم بأي عمل يغضب الشيطان ويبعد الشيطان. الوضوء، الصلاة، ذكر الله، أعمال البر، بر الوالدين، الكلمة الطيبة لا يحبها الشيطان، الصدقة، أكثر من الصدقة، أكثر. حاول أن تكثر من الصدقة. من منا فكر إذا صادفته مشكلة في بينه وبين زوجته، مشكلة في البيت، أن يذهب ويتصدق بشيء من المال على أمل أن يبعد الله شر الشيطان عنه؟ من يفكر بهذه العقلية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة. والمشكلة الزوجية هي مرض، هي مرض في البيت، داويه بالصدقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا هادئة ساكنة مطمئنة بذكر الله، وأن يبعد عنا شر الشيطان وشركه. ولا تنسى أخي الحبيب أن تقول دائما، ردد هذا الدعاء دائما، ردده سواء يوجد مشاكل أو لا يوجد، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.